السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أهمية المبادرات والأفكار التي يبديها القطاع الخاص في إنشاء واستحداث المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية إلى مشروع مجمع غاليريا التجاري الواقع بمنطقة الزنج، مؤكدا في هذا الصدد دعم الحكومة ومساندتها لهذه المبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني. وقد أعرب الوزير عن تشجيع الحكومة على إقامة مثل هذه المشاريع الرائدة التي تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية. كما أعرب الوزير عن أمله في أن يكون مجمع غاليريا التجاري نموذجا للكثير من المستثمرين، لا سيما مشاريع مثل هذه المشاريع المتميزة التي تخدم الحركة التجارية. طبعا سررنا اليوم بزيارة مجمع غاليريا اللي أوشك على أنه يكون جاهز للافتتاح إن شاء الله في فترة قريبة، وما سررنا في الحقيقة أن هذه يمثل شراكة فعالة للقطاع الخاص والقطاع العام، حيث تم بناء وتشييد مؤسسة خاصة على أرض تتبع لنادي أهلي، وحسب ما بلغونا اليوم أن تم تأجير المحلات بالكامل. المشروع يقع على 25,000 متر مربع، في تقريبا المساحة المبنية 40,000 متر مربع، الجيلي اللي هو مساحة التأجير اللي هي 20,000 متر مربع. البيج تانك القسم الكبير صاير في اللولو هايبر ماركت، ماخذ مساحة 10,000 متر مربع كمساحة مؤجرة فقط، لكن المبني منها يتجاوز 12,000 متر مربع. افتتحت شركة إلكتروستيل الهندية ثالث أكبر مصنع عالمي للأنابيب الحديدية المرنة، مستودعا لها في مملكة البحرين تتجاوز قيمته 2,000,000 دينار، وسيكون بمثابة محطة واحدة لحلول مشاريع المياه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. وقد تم افتتاح المستودع الشركة برعاية وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة أسامة العريض، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي. وسيكون مستودع شركة إلكتروستيل في البحرين بمثابة المقر الإقليمي لأنشطة المبيعات والتوزيع في أسواق شمال منطقة الشرق الأوسط. هذا وقد قام مجلس التنمية الاقتصادية بتوفير الدعم والمساعدة للشركة الهندية خلال عملية التسجيل والتأسيس. حجم الاستثمار تقريبا 2,500,000 دينار. بدأنا حديثنا مع هالمؤسسة من 2009، هم طبعا مو بجديدين حق المنطقه، كانوا يوزعون الانابيب في الدول الخليجيه مباشره، فاحنا خلال نقاشنا معاهم قرروا يعني ان يكون مقرهم للتوزيع يكون مقرهم في البحرين، وان شاء الله نيتنا ان شاء الله مع هالشركه ان يعني نشجعهم على صناعه الانابيب في البحرين، فهاي الخطوه القادمه ان شاء الله.